كفى بنفسك اليوم عليك عزيبا. علي هذه الأصل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن أضل فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر عيدة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعل جعلنا له جهنم يصلاها جهنم عيدا. ثم جعلنا له جهنم يا أخي شد النونات والميمات. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة فأولئك كان مد كان سعيهم وصلت من أمره سعيهم من من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله آخر فتقعد مذموما مخذولا. عيدا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد عيدا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يا العيدة. لا تجعل مع الله إلها آخر. والآن أمامك كلمة سهلة وأنا بعيدة. لا تجعل مع الله تكون مخذولا. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شايف؟ عم قول لأبويا تقول له أف أف ما تقول له صغيرة يعني أصغر كلمة. ولا تنهرهما فوت برياني يلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما كريما واغفر لهما جناح الذنب ورحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم. شو تفكر الله يعرف بما في نفوسكم إن تكون
الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عن ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا اطلع برا لا اطلع برا لا اطلع برا فوتي فوتوا دون حمام رزق لمن يشاء ويقدر لو كان